بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عليه إيمال وبأكم الشيبا ما ليضه القرآن حقيقة ما أطه الديار لكلك إلهي سبحانه وتعالى ما أطه الديار نلول وناكسا تهضى الديار أطه إن شاء الله. ولكن عند قنعين ولا يصدون أصامي ما ففن إن شاء الله. جزاك الله خير أخي الله خالي إلهي سبحانه وتعالى خير. عبد الخني ولكن ما انت وحرنا سته سؤال كوميديو نحن سؤال كوسامسون سؤال شكوات قو انك سيدي كوغارت انا بنيرا يا هيد قف ما وانا هين يعني مساج كو حرر بنيرت يا حافظ يا سكا هين قو انك سيدي كوغارت انا مساجد كابلاوز حتو وماتو ونقوان كيبلاوز مؤخص. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جزا الله الخير الجزاء. ولكن خالد run ahaantii wuxuu i weydiiyey su-aal aada qayin u ah. Su-aashaasoo bini-aadanka sidiisaba ay ku habboon tahay inuu go-aan gaaro, go-aankaasoo ku horumarin karo nafsadiisa. Marka haddaan ka jawaabo su-aashaada walaal, ilaahi subxaanahu watacaala khaaliqu samaawaati waalard bini-aadanka wuxuu u abuuray xaqiiq, xaqiiqdaas anigoo raadinaya doonayana inaan buuxiyo xaqiiqdu ilaahi subxaanahu watacaala ii suurtageliyey ayaa go-aan gaaray. Go-aankaasoo ah walaalayaal, sanadka markuu ahaa 2012 ayaan waxaan go-aan ku gaaray inaan ilaahi subxaanahu watacaala ku xirnaado. Sanadkaas ramadaankii ahaa ayaan 10 beri ictikaafay. Ictikaafkaas aan ictikaafay ayaan waxaan ku go-aansaday saaxiibadii aan la socday, qur-aan akhriska aan akhrin jirin, salaadihii aan si fiican u tukan jirin, dikri ilaahi subxaanahu watacaala aanan xusi jirin si aan u soo celiyo oo si aan u bilaabo nolol ilaahi subxaanahu watacaala raali kale. Markaasaa waxaan go-aansaday oo aniga go-aan iga soo baxay ah أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا وفكر جري وحكوا فكر جري أن دون كان إبات ديسا ضد كان كلا دول ضد كان إمانايا ضد كان نولانايا أو مر قف قف بعد إمانايا قف بعد روسيا قف بعد لنايا أن دون كان كلا دول ما أهل عيار عيار ما مكن الله سبحانه وتعالى إن أبو أنكارو مسلم لماذا أحد أعرف كشوفه أبو أنكسر سئم كجاري إن صوغ المساجد إلهي وعباديستو أو أنا نفسدي لطهيرو قوانك مركا مكان جاري صاحبة دي ديوان كتري حكما إن قرآن أقرس كان أقرن جروان بلاب دكسي أيام مرتك كبير لأي قبيقة إلما قرآن معاني كان أبو كحجر كبير إلما أنا أقر جر مركا صار قوان جاري. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. جزاك الله الخير أخي في الله خالد. نتيجة ويا روحان وصعن ولا ليه ونتيجة إله سبحانه وتعالى إنه بلن قال ولا ليه. إله سبحانه وتعالى
خالق السماوات والأرض وحلية، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إلهي سبحانه وتعالى أطيع رسولك ناطيع، نتيجة ومحور عليه وهداية من الله، لأجل ذلك الله سبحانه وتعالى وحلية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والنتيجة حيوة إن الله سبحانه وتعالى كوصغى دنكا وكسيه نلول وناكسن وقعد كفر حدا ولا ليه إيمان خالصة إنه كسيه ولا ليه. لأجل ذلك إلهي وحليه وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وحد هليسة طمأنينة تقناشاه ليس ولا ليه ونقاشاه ليس وعافمات إلى سبحانه وتعالى كسينه ولا ليه. لأجل ذلك وحبا يمدينه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كما كسود الجوح وجري إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. أناك أيان سود الجن قرآن كان وكلام الله أنا كسود الجن أنا كان حفظيني قفك القرآن كأقريا أو حفظيا أو قدقما إلهي حفظيني والله ثم والله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إيمان كامل ودق أهلك مهلين قفك أنا وحو نفسي دي سلج عليها ولك سلج عليها. لأجل ذلك وحقوسيني أطباش ولاك اليوم بس ولا شيء ليه لن يرضى أه ولاك لن يرضى أه إنا تقع عن قاعدتكم إنا تقع تتهدفك لو أبوغي إنا تمين إنا تكتب كل جاءات في كتب. لأجل ذلك إنا سبحانه وتعالى وحولي السلامين المشاكين قل إنما أعيذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إلى سبحانه وتعالى عليه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. بل فكر والله شهادك فكر محالي أهوه محال أدوك أوجودة قبري محال وعاونة وحلاسك فكر ويكون في الدين يساوي الدقاس ولكن إلهي سبحانه وتعالى جعل هذا قاني وضع يكون في الدين وحدها وقال تلقوا أبو إنا أولادكم إنا إلى سبحانه وتعالى جعلك يسقبك لابد إنا ديار قروسة ميزة سدع إيه ربيتان لغاه لديك ربيتان كذا إنا أوجد أشياء لغاه تعالى وضد ستوصان وهديه وحالينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير الجزاء. إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.